اهلا بحضراتكم في فقره الصحافه اليوميه واللي بنستعرض فيها ابرز عناوين الصحف المصريه. بيشرفنا النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف. صباح الخير يا استاذ جمال. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. منورنا في هذا الصباح. شكرا. ننتقل سريعا لاستعراض ابرز عناوين الصحف الصادره النهارده ونرجع نبدا حوارنا مع حضرتك. مشاهدينا، ما زلنا في فقرتنا الصحفيه ونبدا جولتنا حالا من الملف الفلسطيني وعنوان من جريده اليوم السابع: غزه، عدوان مستمر وصمود يتواصل. عنوان تاني معكم من جريده الوطن، مجله ذا نيويوركر: تفضح حيل اسرائيل لعرقله ادخال المساعدات الانسانيه عبر معبر رفح. كمان من جريده الوطن مشاهدينا نقرا عنوان بيقول 2023 العام الاكثر دمويه في العالم. استاذ جمال رائف، يعني كمتخصص ومتابع جيد، ازاي بتتابع استمرار العدوان الاسرائيلي في غزه؟ احنا وصلنا خلاص لاكثر من 100 يوم، والجهود كمان المصريه الدؤوبه المستمره والمكثفه لادخال المساعدات الى القطاع. بالتأكيد نحن نتحدث عن 100 يوم صعبة في تاريخ القضية الفلسطينية بشكل عام، وأنا أعتقد أن 100 يوم الماضية هي 100 يوم فاصلة، وأيضا بتؤكد أن القضية الفلسطينية الآن بتشهد متغير كبير للغاية، وأيضا 100 يوم لم تقتصر فقط على الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضا مهدت لفكرة اتساع الصراع، واللي كانت مصر دايما بتحذر منها. يمكن منذ بدايات هذه الحرب وجدنا القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن خطورة اتساع دائرة الصراع، وللأسف الآن بنشهد توسع في هذه الدائرة. بنتكلم على 5 جبهات تقريبا منفتحة في هذا الصراع الآن، إذا كان طبعا الداخل الفلسطيني، الجبهة الشمالية في لبنان، العراق، طبعا سوريا، وطبعا اليمن. إذن هذا الاتساع مع الأوضاع الصعبة للغاية في الداخل الفلسطيني الآن، وهنا أيضا أتحدث عن الضفة كما أن نتحدث عن قطاع غزة، لأن أيضا الضفة يعني بتشهد الكثير من الحوادث المؤسفة للغاية، ونفس المخطط الذي هو مقصود أن يحدث في قطاع غزة من تهجير ومن إبادة أيضا يحدث في الضفة، ولكن ربما بأدوات وأليات مختلفة. وبالتالي نحن نتحدث عن 100 يوم صعبة، 100 يوم شهدت في الحقيقة جرائم بشعة ومجازر بشعة ونوايا خبيثة للعدوان الإسرائيلي ظهرت على السطح، وأيضا كانت 100 يوم كاشفة لطبيعة الصراع الدولي ولطبيعة أيضا المواقف الدولية والتناقضات وأيضا للازدواجية. يعني فكرة الازدواجية في المعايير اللي احنا شفناها واضحة خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان وعدم الالتفات لفكرة القانون الإنساني الدولي، وحتى المنظومة الأممية التي يعني أصبحت قاصرة فقط عملها على فكرة العمل الإنساني دون العمل السياسي، وشفنا مجلس الأمن ما قدرش يقوم بدور فعال ومؤثر
خلال المئة يوم الماضية، وبالتالي نحن نتحدث عن في الحقيقة أوضاع صعبة، أوضاع مأساوية، انسداد سياسي وحالة إنسانية صعبة. وهنا أيضا كانت مصر حاضرة في الحقيقة بعملها سواء على صعيد المحور السياسي والدبلوماسي، ونجحت خلال المئة يوم الماضية في إيجاد هدنة إنسانية، في إيجاد أيضا اتصالات مكثفة، في إيجاد قمة القاهرة للسلام، في إيجاد لقاءات ما بين القيادة السياسية المصرية ومختلف قادة دول العالم، وبالتالي النشاط السياسي كان حاضرا من أجل يعني دعم القضية الفلسطينية، وأيضا النشاط الإنساني والمحور الإنساني فيما يتعلق بالمساعدات. أيضا مصر كانت حاضرة تدشين قوافل ضخمة وعملاقة للمساعدات، العمل الأهلي وطبعا التحالف الوطني للعمل الأهلي، الهلال الأحمر، منفذ رفح البري الذي يشهد في الحقيقة يعني عمل على مدار الساعة ولم ولن يغلق، وأيضا مطار العريش الذي تم تخصيصه على يعني لاستقبال المساعدات من كافة دول العالم. وبالتالي هذا ملخص ما حدث في 100 يوم. احنا نكمل استاذ جمال الحديث في هذه النقطه تحديدا ما يتعلق بالدور الانساني والمساعدات. خلينا ناخد هذا العنوان من جريده الدستور، مساعدات مصريه 6 مليارات جنيه الى غزه، ونعرف من حضرتك ونستفيد اكتر في الحديث عن هذا الدور الانساني ومدى التاثير اللي بيحققه تسجيل المساعدات المصريه وصولها لثلثي المساعدات اللي قدمت من مختلف دول العالم، حتى إن كنا بنتحدث عن امتداد الأزمة الراهنة، ولكن بالتأكيد هنالك تأثير لهذا العدد الضخم من المساعدات. يمكن بالتأكيد فكرة المساعدات الإنسانية كانت حاضرة في ذهن الدولة المصرية منذ اللحظات الأولى، وإنما تتحدث مصر عن عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفضها لفكرة التهجير القسري، فهناك ربط أصيل ما بين هذا وما بين إدخال المساعدات لمساندة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود والبقاء على أراضيهم. وبالتالي من المصلحة المصرية أن يتم إدخال المساعدات وبشكل مكثف حتى تساند الأشقاء في فكرة التمسك بأراضيهم. صحيح. وبالتالي حتى الأكاذيب والشائعات والأخبار المغلوطة التي تتحدث بشكل يعني غير صادق عن الدور المصري هي أكاذيب غير منطقية وتهين المنطق في الحقيقة، لأن إذا تحدثنا بصوت المنطق فالمنطق يقول إن من مصلحة الدولة المصرية إدخال المساعدات وبشكل مكثف. ليه؟ لأن الدولة المصرية بتنادي بفكرة عدم التهجير القسري وترفض هذه الفكرة تماما، وبالتالي حينما ترفض مصر هذه الفكرة هي إذن تساعد الفلسطينيين على البقاء في أراضيهم. كيف تساعد مصر الفلسطينيين على البقاء على أراضيهم؟ بإدخال المساعدات بجانب الهدف الأكبر، يعني عدم تصفية القضية من الأساس. بالضبط. وبالتالي الربط ما بين إدخال المساعدات وهدف مصر فيما يتعلق بعدم تصفية القضية الفلسطينية يمكن فصلهم عن بعض. وبالتالي حينما تتحدث مصر عن عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفضها لفكرة التهجير القسري، فما ينفعش يطلع صوت يقول ان مصر مش بتدخل المساعدات. ازاي اذا كان مصر اساسا في الاساس منذ اللحظات الاولى وتربط ملف المساعدات الانسانية مع الملفات الخاصة بالتفاوض السياسي؟ يعني حينما تحدثت مصر عن الهدنة تحدثت ايضا عن ادخال المساعدات، حينما تحدثت مصر بالتوازي في اي مسار بيتم انتهاجه بالتأكيد. مصر رفضت دخول مزدوج الجنسية في اول هذه الازمة الا بدخول المساعدات. هناك تصريح لبايدن في اول شهر 10 بالتحديد تحدث كده صراحة ان اسرائيل سمحت بدخول المساعدات الانسانية بعد التنسيق. يعني اسرائيل هي التي تعرقل. صحيح. وهي التي ده بايدن الرئيس الامريكي هو الذي صرح بهذا على CNN. يعني ممكن اي حد يخش على موقع CNN هيلاقي بايدن مصرح كده ان اسرائيل سمحت بدخول المساعدات الانسانية. اذا ايضا هناك تصريحات طبعا لعدد كبير جدا من المسؤولين. اذا اي كذب في هذا الامر هو افتراء على الدور المصري، والغرض في الحقيقة هو الاستفراد بالقضية الفلسطينية. يعني فكرة تحييد الدور المصري وإبعاد الدور المصري، وهذا بالمناسبة لم ولن يحدث. مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وبالتالي مصر مستمرة في حشد المساعدات سواء على صعيد يعني الدور الدولي الداعم لاستقبال هذه المساعدات ونقلها إلى معبر رفح، أو من خلال جهودها الداخلية التي تخطط الآن أكثر من 80% من حجم المساعدات العالمية. أستاذ جمال اسمح لي أشير في هذه الجزئية، حتى إحنا مشاهدين اللي بيتابعنا من بداية هذا الصباح إحنا تكلمنا وكان في فقرة خاصة عن الأزمة والعدوان على قطاع غزة، وتحديدا فكرة المساعدات، إن ثلثين المساعدات المقدمة للقطاع والأشقاء في فلسطين مقدمة من الدولة المصرية. فيعني الفكرة في عبث
في الكيان الصهيوني بدأ يتخبط فبدأ يلقي الاتهامات هنا وهناك، ولكن الحقيقة واضحة والرؤية المصرية تتضح أكثر وأكثر يوم عن يوم مع استمرار هذا العدوان. اسمح لي أستاذ جمال نتجه سويا إلى الشأن الداخلي ونقرأ معكم مشاهدين عنوان من جريدة الدستور: توجيهات رئاسية بتوفير احتياط استراتيجي من السلع الأساسية يتخطى 6 أشهر. من هنا يأتي السؤال، بتشوف الاهتمام الرئاسي بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل فوري إزاي؟ يمكن الأمن الغذائي المصري طبعا أحد أهم الأولويات على أجندة القيادة السياسية المصرية، وشفنا منذ عام 2014 إزاي الاهتمام بهذا الملف، سواء على صعيد إيجاد بنية زراعية قوية، بنية حتى فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي، وشفنا عدد كبير جدا من المشروعات الخاصة بالتصنيع الزراعي، أيضا ما يتعلق طبعا بمشروعات زي الصوامع الخاصة بحفظ الغلال، وطبعا السلع الاستراتيجية على رأسها الأقماح، أيضا ما يتعلق ب طبعا كمان البنية التحتية الداعمة للبنية الزراعية، شفنا زي الطرق، المحاور، شبكات الكهرباء، الإحياء، أيضا مشروعات قديمة زي مشروع توشكا وغيرها من المشروعات، أيضا مشروعات زراعية جديدة دخلت طبعا زي مستقبل مصر وغيرها من مشروعات زراعية عملاقة، 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات. إذا نحن نتحدث عن أمن غذائي مصري هو في مأمن حتى في ظل هذه المتغيرات الدولية الكبيرة جدا التي تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، لأن الأمن الغذائي العالمي في الحقيقة في مأزق بعد ما يحدث طبعا في شرق أوروبا والمنافذ البحرية في البحر الأسود وبحر أزوف وتأثيراتها على نقل هذه السلع الاستراتيجية. وبالتالي مصر لديها الآن قدرة على تخزين احتياطي كبير جدا بعد أن أنشأت مخازن استراتيجية وصوامع عملاقة تستطيع من خلالها أن تؤمن الاحتياطي المصري لمدة 6 أشهر. وفي الحقيقة أن مصر نجحت خلال أزمة جائحة كورونا أن تثبت أنها بالفعل لديها قدرة من التخزين لتحقيق أمن غذائي للدولة المصرية، وأيضا نجحت حينما انفجرت الأوضاع في شرق أوروبا مع الحرب الروسية الأوكرانية وتعطلت إمدادات الأمن الغذائي العالمي، كانت أيضا مصر في مأمن كبير جدا من تداعيات هذه الأزمة. نعم نتأثر كما تتأثر كل دول العالم، نحن لسنا بمعزل، ولكن تخفيف حدة هذا التأثر تحسب للدولة المصرية، وأيضا أتت بعد أن كان هناك نظرة استشرافية وعمل مبكر. صحيح أنه هذه القدرة وهذا المأمن اللي بنكون فيه إلى حد كبير يعود إلى فكرة أنه هذا جانب يمثل أولوية بالنسبة للدولة المصرية. وأيضا من الأولويات ملف الحماية الاجتماعية يا أستاذ جمال، ونقرأ عنوان اليوم السابع: 23% من إجمالي الإنفاق العام خلال 2024-2030 لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وهذه الأولوية إزاي بتشوفها والاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية؟ يمكن مواصلة عمل الدولة فيما يتعلق بالاهتمام بمظلات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الدولية والتي تؤثر على الداخل المصري، أنا أعتقد أنه هو أمر مهم جدا، وبيؤكد أن الجمهورية الجديدة بتضع فكرة الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية من ضمن أولى اهتماماتها. وشفنا خلال أيضا السنوات الماضية الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية سواء على صعيد الوزارات المعنية بهذا الأمر زي وزارة التضامن، أو حتى على صعيد العمل الأهلي زي ما شفنا طبعا الكثير من المبادرات، أو على صعيد حتى المبادرة القومية الرئيسية وهي مبادرة حياة كريمة. شفنا أيضا حزم أطلقتها القيادة السياسية المصرية ووجهت بيها لدعم سواء المرتبات أو المعاشات أو حتى العمالة غير منتظمة في بعض الأزمات زي أزمة جائحة كورونا، وبالتالي طوال الوقت هناك عمل في هذا الشأن. أعتقد أن يعني مظلة تكافل وكرامة ومظلة حياة كريمة في هذا التوقيت واستمرار عملهم لإيجاد رعاية اجتماعية حقيقية في ظل هذه الظروف الاقتصادية، أعتقد أنه أمر يعني مهم للغاية، والدولة تواصل في العمل، وبنشوف كل فترة هناك زيادة في أعداد المخصصات وأيضا المندمجين في هذه المظلات، وبالتالي نحن نتحدث عن مظلات مهمة في الحقيقة تأتي في توقيت أيضا بالغ الأهمية لتخفيف تبعات الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري. بالتأكيد، وخصوصا التوقيت يا أستاذ جمال، فكرة أنه ده بيتم في توقيت العالم كله بيشهد اضطرابات وأزمات، ولكن الدولة المصرية دايما المواطن بالنسبة لها أولوية بكل السبل وكل الجهود اللي بتقوم بيها للتنمية والنهوض
بالحياة في مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على رؤيتك وعلى هذا النقاش الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، شرفتنا في هذا الصباح. الشرف لي. شكرا لوجودك. شكرا لحضراتكم وشكرا لكل السادة المشاهدين. شكرا لحضرتك مرة تانية، وشكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا في هذا الصباح على إكسترا نيوز. كنا معاكم خلال ساعتين من 8 إلى 10، زميلتي العزيزة يارا مجدي وأنا رامي حلواني. بكرة إن شاء الله نلتقي مجددا في صباح جديد يجمعنا بكل أخبار الخير لدولتنا العظيمة مصر. دائما تحيا بنا جميعا. نترككم دائما في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.